بالنسبة للتدخل الروسي بسوريا، كان من بداية التدخل كان الشروط جاحفة كتير كتير بحقنا كسوريين. يعني عندما وضع شروط على بشار الأسد المجرم بأخذ مطارح ميمين وما حوله، فأطماع روسيا لا تتوقف عند الساحل السوري ولا عند دمشق ولا عند حلب ولا حتى في البادية السورية. فأطماع روسيا ابتلاء سوريا بالكامل. فهذه النوايا الروسية الخبيثة نحن كشعب سوري في الشمال يعني صاحين لها وبنعرفها تماما، كما وضح هذا كلامنا يعني عم بتثبته وعم بتأكده الأفعال اللي بتقول فيها اللي بتقوم فيها روسيا على الأرض السورية. ابتلاء سوريا شق في شق فيه وشوي شوي ومحافظة محافظة حتى تكون دائما يعني بالكامل تحت الرعاية الروسية وتحت الاحتلال الروسي. راح تستعمر مو تكتفي بالساحل وغير الساحل، راح تستعمر كل تستعمر كل سوريا، عرفت شلون؟ لأنه خسارتها كبيرة هون، أكبر خسارة دولة عاملة حالة عظمى هي أكبر خسارة لروسيا بسوريا. بعد كل هذا التدمير والقصف والدمار اللي دمرته روسيا في سوريا، ما راح توقف عن هذا الحد، راح تنهب خيرات وثروات سوريا. بعد كل شيء عملته في سوريا واخذت الموانئ والمرافق والمطارات، راح تحاول تاخذ سوريا بالكامل، راح تحتلها بشكل اكبر من اي احتلال على وجه الارض. رايي انه روسيا دولة احتلال بامتياز، يعني من اول طيارة طلعتها فوق المدنيين فاعتبرناها نحن دولة احتلال، وما راح تكتفي بهالمناطق هي اللي احتلتها هلا، طالما نحن مستهترين بحق انفسنا فأي محتل له مطامع وما بتنتهي مطامعه لحتى يردع، لحتى يشوف الردع المناسب ليوقف عن احتلاله. إذا بيصحلن نقطة الهواء يقطعوها عنا ويحتلوها لاحتلوها، طالما نحن مقصرين بحق أنفسنا فهن طامعين وراح يستمروا. روسيا دخلت في سوريا تدخل عسكري سافر وظالم، ودخلت في القوة وأخذت مناطق كثيرة مثل الساحل السوري والشام وكذا، وهي ما مكتفية بهالحكي. لو طلع بإيدهم، لو طلع بإيدهم بدياضوا كل سوريا، بس إن شاء الله ما بيطلع بإيدهم، وإن شاء الله بيطلعوا من هالبلد مدحورين.